نادي الجزيرة عمل تكريم للكابتن حسن شحاتة، أسطورة مصر وأسطورة نادي الزمالك لاعبا ومدربا، الكابتن حسن شحاتة. الحقيقة بشكر مجلس إدارة يعني نادي الجزيرة على دعوتهم ليا شخصيا لحضور حفل التكريم، وكان نفسي أبقى موجود لكن للأسف كنت خارج القاهرة، كنت اوريدي لما كلموني، وما كلموني يعني ادوني يعني فيري شورت نوتس، كلموني قبليها بيوم، كنت اوريدي يعني مش موجود في القاهره وبعيد، فما عرفتش ان انا اكون موجود، لكن اتبسطت جدا ان انا شفت الكابتن حسن شحاته بخير وبيتكلم كويس والناس كلها مبسوطه بيه وفرحانه بيه، راجل يستحق التقدير ويستحق التكريم. عايز احيي مجلس اداره الجزيره، عايز احييهم واحيي كل الناس الحضور اللي حرصت ان هي تكون موجوده. تعالوا نشوف التقرير ده عن تكريم نادي الجزيره لاسطوره مصر الكابتن حسن شحاته. ان هم يعملوا حاجه كده من غير ما اعرف وبعدين يكلموني يقولوا لي، يعني حاجه كبيره جدا. وكان طبعا ساعد في الكلام ده كله ايمن يونس، كابتن ايمن يونس، لان هو حبيبهم كلهم، فده ساعدهم ان هم يتصلوا بيا ويقولوا لي كذا وكذا وكذا. ممكن نشوف كابتن حسن شحاته يدرب تاني؟ لا انا ممكن ادرب تاني، بس ما فيش زي ما انت عارف، ده ما فيش حد عاوزك تخش في المجال ده. وانا قلت من قصيره يعني خلاص، كل واحد ياخد دوره، وكل واحد يحاول لما يمسك يحاول يكون على قد المسؤولية، ويكون ما بيجاملش، ولو مشي من غير مجاملة، ولو مشي من غير ما ينافق، وا 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 ربنا هيكرمه. طبعا كابتن حسن حاجة أيقونة الكرة المصرية ونجم نجوم الكرة المصرية، سواء كلاعب أو كمدرب يعني وطني، كلنا بنحترمه وكلنا بنحبه، وهو راجل جميل متواضع وكل حاجة حلوة جواه طبيعية يعني. طبعا احنا بنشكر نادي الجزيرة ومجلس إدارة نادي الجزيرة، وطبعا الأستاذ شريف سيف النصر على تكريم الكابتن حسن شحاتة، ودي خطوة كويسة جدا يعني، بتحسسك قد إيه الناس بتقدرك. الكابتن حسن ده قيمة، حاجة كبيرة وتاريخ كبير، فكل الرياضيين هنا ما شاء الله يعني موجودين. وطبعا تاني مرة بشكر نادي الجزيرة عن دي بداية جيدة جدا، وهو مش نادي رياضي أو نادي اجتماعي ورياضي، لكن حاجة خطوة كويسة جدا إن كل الناس تقدر المواهب ورموز الأندية الكبيرة اللي خدمت مصر. والله أنا بحييهم جدا، لأن المهم التكريم يكون دايما ربنا يديله العمر والصحة كابتن حسن في حياته، لأن مهم قوي، لأن في كتير من الناس أو بعض الناس بيكرموا النجوم أو الرموز في بعض الأوقات بعد ربنا لا قدر الله يعني بعد نهاية حياته. فعلا مبسوط وسعيد جدا طبعا، النجوم الكبيرة اللي فعلا خدمت نادي الزمالك أو خدمت منتخب مصر بمعنى أصح أكبر، طبعا كابتن حسن شحاتة اسم كبير وعالم كبير جدا من أعلام الكرة المصرية، من أفضل نجوم مصر اللي جم أو لعيبة مصر اللي جم على تاريخ الكرة المصرية. هي النهاردة أنت بترجع كرة قدم نادي الجزيرة بعد 30 سنة، يمكن أنا كنت مجلس إدارة من 30 سنة وكنت برضه بتكلم في كورة، فاحنا لا لما رجعنا هنرجع كرة قدم تاني، فبدأنا بدورة رمضان، فقلنا لازم على الهامش نكرم مين؟ رمز من رموز الكرة المصرية اللي هو خدم الكرة المصرية الفترة اللي فاتت، عمل إنجازات لمصر، فكابتن حسن طبعا كان من اللي على أولى الناس اللي تكرم يعني. مرة تانية بحيي مجلس إدارة نادي الجزيرة، بحيي الأستاذ شريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة، إن هو يعني كان حريص إن هو يكرم أسطورة مصر الكابتن حسن شحاتة، وبحيي كل الناس اللي كانت موجودة، بحيي مهندس إيهاب الهيطة، كل الناس اللي كانت موجودة من أولاده وكل الناس يعني. كابتن حسن الحقيقة أنتوا عارفين إن أنا في وقت من الأوقات كان عندي خلاف معاه، اللي هو خلاف الأب والابن في وقت من الأوقات، أو خلاف ملعب، خلينا نسميه خلاف ملعب، لكن ده ما يخلينيش ان انا ما اعترفش دايما واقول ان الكابتن حسن شحاته اسطوره كلاعب يعني، كان لعيب كبير قوي، لعيب يعتبر لعب في كل مراكز الملعب، كل الناس اللي لعبت معاه وعصرته بتقول لك الراجل ده كان في حته تانية خالص كلاعب كوره، ثم بعد كده كمدرب. تخيلوا لما راجل يمسك المقاولين
فريق درجه تانية كان ساعتها وياخد بيهم كاس مصر ويكسب الزمالك في السوبر ويكسب يعني قصه يكسب الزمالك والاهلي بلعيبه مع احترامي الكبير لعيبه دوري ممتاز به لعيبه درجه تانية ده مش سهل غير ان هو صعد باكتر من فرقه للدوري الممتاز ثم طبعا بعد كده انجازاته مع منتخب الشباب ومنتخب المنتخب الاول وحصولنا على بطوله افريقيا ثلاث مرات. ناس كتير كانت بتحاول تردد فكره ان 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 حسن شحاته اي حد كان هيبقى معاه اللعيبه دي يكسب. ده كلام برضو كلام سطحي. كل ما يبقى معاك لعيبه كويسه كل ما انت محتاج تبقى مدرب كويس اكتر.